من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة حديثنا مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. حياكم الله شيخ محمد. في الحلقتين الماضيتين تقريبا استوفينا الحديث عن مدلول الإلحاد لغة واصطلاحا، حاولنا أن نستعرض تاريخه انتشارا وانكماشا، وأيضا استعرضنا أهم أسباب الانتشار وأهم المداخل التي كانت سببا في حصول حالات من الإلحاد في العالم العربي والإسلامي. سأنتقل اليوم إلى محور آخر، هو مشروعية المناقشة العقلية لإثبات الوجود الإلهي. وجود الله سبحانه وتعالى ثابت بالنص لا شك فيه لدى المؤمنين، ومع ذلك في المناطق والمتكلمون معنون أو معنيون بإقامة البراهين العقلية على وجود الله عز وجل. هل نحن بحاجة إلى هذه البراهين العقلية؟ هل من المشروع أصلا أن يبحث الإنسان عن براهين عقلية لإثبات وجود ما هو ثابت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بقي فقط تعقيب على ما مضى، تفضل. أن من أسباب انتشار موجة الإلحاد ما يتعلق باشتغال الناس بالترف الذهني والعقلي وترك الأمور العملية، فالمناهج التعليمية وحتى وسائل الإعلام الأمور العملية لا تركز عليها كثيرا، وتتاح الفرص للتفكير في كثير من الأمور غير العملية والجدل فيها، والجدل فيها، فيفتح الباب على مصراعيه لمثل هذه الأفكار. ولذلك في تاريخ الأمم كلما اشتغلت الأمة بالإنتاج، بالزراعة، بالصناعة، بالأمور العملية، حتى بالعمران الدنيوي، أي الدنيوي، نقص الإقبال على مثل هذه العلوم أو هذه الجدل في هذه الحيثيات. أما ما ذكرته الآن بالنسبة للعقل، لا بد أن يبدأ أولا قبل النص، لأن الإنسان لا يصدق أن هذا رسول مرسل بمجرد الخبر. إذا أتاك شخص وقال أنا رسول من عند الله، تحتاج إلى برهان، لا تصدقه حتى تقتنع به عقليا. ولكن إذا اقتنعت عقليا فسيكون العقل موجبا لصدق الوحي، وبعد ذلك يكون كل ما أثبته الوحي فهو ثابت لديك. هذا في شأن النبوة، لكن في وجود الله عز وجل كذلك، يعني هذا شيء أكبر من البرهان وأكبر كذلك من نعم، هو لكن هو البرهان، لكن لا بد من معرفته، ومعرفته لا تكون إلا بما أتاك من القوى وأهمها العقل. لكن أهم ما أتاك الله مما تعرفه به العقل، في سورة فلا يمكن أن تعرف الله بدون عقل، فغير العاقل لا يعرف الله، والعقل به تعرف الله جل جلاله، وإذا عرفته صدقت كلامه. لما قال سبحانه وتعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني أيشك يعني أنه يستغرب عاقل أن العاقل لا يشك فيه، لكن مع إمال عقله، لأنه هو الذي فطر السماوات والأرض، فأنت تفكر في هذا الخلق العظيم، وحينئذ لا تشك في أن له خالقا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب كيف نحمل إذن قول ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له بما عرفت ربك، فقال كلمته المعروفة: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، خالجا عن المنهاج، ضاعنا في الاعوجاج، عرفته بما عرف به نفسه ووصفته بما وصف به نفسه. لا يثبت هذا أولا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يشبه كلام عصره. والأمر الثاني أن المعرفة لا يمكن أن تقال بما وصف به نفسه، من كيف قبل أن يصف نفسه لا بد أن تعرفه، معرفة سابقة على كل ذلك. قيل لأحدهم إن فلانا من علماء الكلام قد أقام على وجود الله 1000 دليل، فقال ما ذاك إلا لأن في نفسه 1000 شبهة، فاستكثار من الأدلة العقلية. لا، هذا غير صحيح، لأن هذه الشبهة في العالم، أن في العالم 1000 شبهة وأكثر من 1000،
وهو يريد رد تلك الشبهات ويجب عليه ذلك، ولا يمكن أن ترد إلا بالعقول. فالعقل ليس خصما للوحي وليس خصما للنقل، ليس خصما، لكن نقول ما من حاجة إلى الاشتغال بالبراهين العقلية. هو العقل أنت محتاج إليه بكل شيء، لا يمكن أن تفهم شيئا أيا كان لا من الوحي ولا من غيره بدون عقل. الفخر الرازي رحمه الله كان يمشي ومعه 100 أو 200 من طلابه، فرأته عجوز فقالت من هذا؟ فقالوا ما تعرفينه، هذا الرازي الذي أقام 1000 دليل على وجود الله، يحفظ 1000 دليل على وجود الله. فقالت العجوز ببساطة في الله شك، ما نحتاج إلى هذا كله. إيه لكنها لأنها تجاوزت تلك المرحلة وآمنت من قبل. لكن الرازي لا يخاطب هذه العجوز ولا يناظرها، لكن دعه يناظر أي ملحد من الملحدين، أي كافر من الكفار، ماذا حصل لشيخه، لشيخ شيخه الإمام أبي بكر الباقلاني، لما أرسله الخليفة إلى الروم. نذكر القصة لا بأس. نعم قصة طويلة، لكن المهم أنه لما أتاهم كان ملك الروم لا يدخل عليه أحد إلا راكعا حتى يركع له، ويعلم أن الباقلاني لن يركع له، فدعا عقلاء الروم فعملوا سلما للدخول والخروج على الملك، فإذا كان هذا السلم في الباب فلا يمكن أن يدخل الإنسان إلا راكعا، فلما رآه الإمام الباقلاني فهم أنه مصنوع وأنه جاء به لهذه الحرفة، فجعل وجهه إلى الخلف وصعد السلم استدبره، فكأنه عكس الركوع على غيره، فاستحي الملك ووضع يده على وجهه حياء، فلما جلس إليه عرفه بالبابا ورحب الإمام الباقلاني بالبابا وقال له كيف الزوجة وكيف الأولاد، فوضع الملك يده على وجهه وقال إنا نجله عما تسأله عنه، فقال سبحان الله لا تجلون من خلقه عن الصاحبة والولد وتجلون هذا المخلوق فعمل الذي بين يديكم عن الصاحبة والولد، فكسر الروم بحججه في كل ما طرحوه. وهكذا مع المعتزلة ومع الجهمية. طيب هناك زاوية أخرى شيخنا، لو قلنا أن النقاش في هذه القضايا ومحاولة استعراض البراهين العقلية على وجود الله كأنها تشعر بأن وجوده سبحانه وتعالى من يعني عدم الثبوت والاستقرار بما يحتاج إلى أن تحشد له هذه الأدلة. هذه الأدلة بالنسبة هي ليست مهيئة لأهل الإيمان، وإنما هي مهيئة لأهل الكفر والجحود والشك، ولا بد منها قبل الإيمان. يعني وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إذا تقيم النهار على وجود دليل. النهار يحتاج إلى دليل، لا يمكن أن يعرف من النهار إلا إذا نظرت. يعني كذب المتنبي. نعم. من لم يرى الصبح ولم يعرفه كما عرفه الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لا يتبين النهار. طب لو قلنا تفريع على هذا، النهار دليله الشمس واضحة. لو قلنا سلمنا بدور العقل وأهميته، لكن دوره محصور على أن يتفهم الأدلة. هذه كما قال الإمام الغزالي ثم يستقيل العقل للنص ويسلمه مكانه. قبل هذا فهمت، نعم، لكن دوره محصور. هو الغزالي أيضا ذكر كلمة حكيمة قال الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل. هذه عجيبة جدا. نعم، ولكون الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه التناقض والاختلاف، ولكون العقل وحيا من الداخل حصل فيه التناقض والاختلاف. أنا قصدت أن يقال أن مهمة العقل أن يتدبر النصوص الشرعية وأن يفهم ما لا قبل أن تأتي النصوص الشرعية. أنت أتاك رجل وقال أنا رسول من عند الله، هل مباشرة تستسلم له وتصدقه؟ تحتاج إلى برهان. لا بد أن تعرف أنه صادق، فلم يتعبدك الله بأن تصدق كل خبر، بل لا بد أن تعمل عقلك حتى تقتنع بأن هذا الرجل صادق، ثم بعد ذلك إذا عرفت أنه صادق تفصيلات ما جاء به عرفت أنها حق. نعم. إذا مناقشة الوجود الإلهي بالبراهين العقلية مسألة مشروعة. إيه نعم. رأيت بعض الباحثين ذكر وجوها لمشروعية هذا الأمر، إذا أذنتم إيه نعم. أعرضه عليكم وأسمع رأيكم فيها. قال منها أن القرآن نفسه علمنا أن نقيم الأدلة العقلية على وجود الله. إيه أم نعم. خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم نعم. خلقوا السماوات والأرض أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. في القرآن كثير جدا من الأدلة العقلية على هذا، على حتى وجود على وجود الله وعلى وحدانيته. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. طيب. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. والاستدلال بقوله تعالى في قصة إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى،
قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، على اعتبار أن هذه البراهين لا تعني أن هناك شكا في وجود الله، ولكن ليطمئن قلبي كطلبه عليه الصلاة والسلام الاطمئنان. هذا عندما يكون تكون البراهين موجهة للمسلم، لكن عندما تكون موجهة للكافر لتكن للمسلم، لأن حديثنا الآن كله عن المجتمع المسلم لا، لكن عن الملحد فيه. أي نعم، الملحد فيه لا يصدق أن هذا القرآن كلام الله، ولكن المسلم يعتصم بهذه البراهين حتى لا نعم لنفسه ثم يستدل بها على غيره. ابن تيمية رحمه الله يقول: ومعلوم أنه مع قوة الصارف المعارض للداعي لا يكون حاله كحال الداعي الذي لم يعارضه صارف. نعم. وما ذكر من مبادئ العلم الحسابي والطبيعي ليس الداعي إلى هذا العلم قويا في النفوس ولا الصارف عنه قويا في النفس. هو كان يتكلم عن الفطرة وهل هي كافية لإثبات وجود الله أو لا، فقال الأصل أنها كافية، لكن لأنه تعرض لها الصوارف والإفساد تفسد الفطرة. نعم. نقول أن مثلا من مبررات الاحتياج إلى البراهين العقلية هو أن الواقع الذي نعيشه صارت فيه كثير من مفسدات الفطرة. نعم. فما عاد الإنسان في فطرته يشعر، يعني نحن لما نقرأ كلام الأولين عن دليل الفطرة وكيف أنها يعني شعور ضروري بوجود الله، أحيانا يقول الإنسان لم يجد تلك الفطرة. نعم، لأن فطرته قد تغيرت. لكن الأعرابي الذي سئل بما عرفت ربك قال: أثر الأقدام يدل على المسير والبعارة تدل على البعير، فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير. الذي يقول شيخنا، وهذا مذهب ثالث غير المذهبين الذين ذكرناهما، أن المناقشة العقلية لوجود الله عز وجل أصلا غير ممكنة، ليست قضية مشروعة أو غير مشروعة، لأن أدواتنا المعرفية عاجزة عن تقديم جواب عن سؤال وجود الله. هذا غير صحيح. أدواتنا المعرفية هي ما دلنا الله عليه بالعقل وبالوحي، وهي مثبتة لوجود الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وتدل على كماله وجلاله وجماله واتصافه بكل كمال، وأن كل نقص عليه محال، وإثبات لتدبيره لهذا الكون، وإثبات لخلقه لكل المخلوقات، وإثبات لاستغنائه عن كل المخلوقات. كل هذا عليه الحجج القائمة من العقل والنقل، ولا لا 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 يضعف علمنا عن هذا. فإذا البرهنة على وجود الله ليست مما هو خارج نطاق العقل وإمكاناته أبدا، بل العكس، بل هي أول ما يشتغل به العقل. أول ما يشتغل به العقل الصحيح هو أنه يعرف ربه. فإذا عرف الله جل جلاله وعرف أنه رب وأنه إله وأنه أرسل الرسل، يبدأ بتصديق الرسل، وتصديق الرسل يقتضي إيمانا بالكتب المنزلة وبالسنن الثابتة. طيب شيخنا، ذكرنا في صدر الحديث أن عندنا صورتين من الإلحاد نريد أن نناقشهما: صورة هؤلاء الذين لا يؤمنون بوجود الله، وصورة أولئك الذين يعتقدون عدم وجود الله عز وجل. فسأبدأ بالفريق الأول المتشكك، أو الذي يسمون أحيانا اللا أدريين، الذين يقولون ليس عندنا يقين بوجود الله عز وجل، وما نجد أي برهان يلزمنا ضرورة عقلا أن نؤمن بوجود الله عز وجل. وقبل أن نناقش البراهين المتعلقة بهذا الجانب، أريد أن أسأل سؤالا: هل البرهان المادي الحسي هو الطريق الصحيح أو الوحيد لإثبات وجود الله عز وجل؟ هذا بحسب حالهم، بحيث إذا لم يثبت ماديا انتفى وجوده. هذا بحسب حالهم هم. فإذا كانوا من الماديين الذين لا يؤمنون إلا بما يرون، كالذين خاطبهم إبراهيم عليه السلام، فتقام عليهم الحجة والماديات. وإذا كانوا من الميتافيزيقيين الذين يؤمنون بما وراء الطبيعة فلهم حجة أخرى. طيب دعني أكيف السؤال قليلا: هل التجربة المادية هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة؟ لا، ليست يعني أقيدها هكذا أبدا، ليست هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة. لماذا؟ فالمعرفة لها المنهاج المادي، ولها اللي هو المنهاج التجريبي، ولها المنهاج العقلي البحث، ولها أيضا المنهاج الفطري والتربوي. فلها ثلاث وسائل تقريبا، لأن الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر: البدن الذي هو من تراب، وإدراكه إنما هو بالحسيات، فكل إدراك البدن وكل معلوماته ناشئة عن الحس. والعقل الذي هو نور رباني من عند الله، وإدراكه يتعلق ببناء الكليات من الجزئيات، وتفكيك الكليات إلى جزئيات، وتركيب الأدلة. صحيح. والروح وهي نفخة غيبية من أمر الله،
وإدراكها يكون عن طريق القلب بالعاطفة والمحبة والكراهة ونحو ذلك. فلذلك كل له وسائله للإدراك، فأنت تدرك بعقلك القدم والحدوث، وتدرك ببدنك المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات، وتدرك بروحك الرضا والغضب واللذة والألم. هذا كله نوع من أنواع الإدراك، وكله إحساس من الأحاسيس، وكله له وسيلة مختلفة. فالله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهنا بدأ بالحسيات، السمع والأبصار، هذا الإدراك الحسي لأنه سابق على الإدراك التجريبي. ثم بعد ذلك قال: والأفئدة، وهي العقول، وتشمل أيضا إدراك القلب. طيب شيخنا، هؤلاء الذين يقولون بأنه لا يمكن أن نؤمن بشيء إلا بالتجربة، أو بأن مصدر المعرفة الوحيد عندنا هو التجربة، هل يمكن أن تكون كل معارفهم فعلا مأخوذة من التجربة؟ لا، هذا غير صحيح لديهم. فأرواحهم يؤمنون بأنها موجودة وهم لم يجربوا ولم يروها ولم يحسوا بها، يحسون بها، يحسون أنها موجودة لكن لا يعرفون شكلها. ليس أحد منهم يستطيع أن يقول هل روحه طويلة أو قصيرة، جميلة أو قبيحة، بيضاء أو سوداء، وهو يؤمن بها أنها موجودة ولا يستطيع أن يشك فيها. إذا لا يكاد يسلم أحد من أصحاب المذهب التجريبي، لا، من إيمانه لا بأشياء، يسلم أصلا، لا يسلم أصلا من إيمانه بأشياء، لأنه هو لو عطل عقله بالكلية وعطل روحه بالكلية وكان كل إدراكه عن طريق الحس والتجربة، فسيكون مثل الحيوانات. والحيوانات لها إحساس روحي، الغنم إذا رأت الذئب نفرت منه قبل أن يعضها، والبقرة إذا وطئت في النار تألمت، وإذا عطشت بحثت عن الماء. هذا ليس إدراكا حسيا، ليس عن تجربة سابقة، هو هذا إدراك بعضه لكنه إدراك وجداني نفسي. طيب لو قلنا شيخنا أن هذا الرجل عندما يقول أن المعرفة لا تكون إلا بالتجربة، هذه الفكرة التي يؤمن بها هل جاءت عن تجربة؟ أو هي أيضا بدهية عقلية؟ بدهية عقلية، معنى أنه مقولته أنه معكوس متناقض. جيد. أحد الزملاء المشتغلين بحوارات الملحدين ذكر قصة لطيفة، وهو يقول أن التجربة دلته على أن كثيرا من الملحدين الذين يتعلقون بالجانب المادي، حتى لو صح عندهم هذا الجانب المادي والبرهان المادي، فالغالب أنهم لن يؤمنوا. ويقول أني حاورت ملحد 3 ساعات وهو مصمم على رفض أي دليل عقلي أو منطقي، ولا يطالب إلا بدليل مادي محسوس. فقلت له: افترض أن الله تعالى تجلى لك والملائكة معه وقال لك دون حجاب أطلب أي دليل تريد، وما زلت تطلب وما زال يعطيك ويجيبك بالأدلة المادية، هل ستؤمن؟ فابتسم وقال: لا. فقلت: ولما؟ قال: هناك احتمال أن تكون هذه هلاوس. يكون مجنونا في تلك اللحظة أو سكران. نعم. ولعل أخبار الأنبياء مع المعجزات أيضا برهان آخر. نعم. قد رأوا. وهذا ذكرناه من قبل، أن من لم يرد الله، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالإيمان ليس قناعة عقلية ولا علما تجريبيا، إنما هو نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. طيب شيخنا، الآن إذا كنا قررنا أن المناقشة العقلية في إثبات وجود الله مشروعة، وقررنا أن الاقتصار على البرهان المادي لا يقوم عليه دليل وأنه باطل من القول، هو أحد ثلاثة عناصر مصادر المعرفة، أحد لكن الاقتصار عليه نعم، هو هذا الباطل من القول، وأن العقل يمكن أن يقيم البراهين القاطعة على وجود الله عز وجل. هذا سيقودنا للانطلاق إلى ما قدمه المتكلمون والعلماء والمشتغلون بهذا المجال من براهين عقلية على وجود الله، نريد أن نستعرضها، نفهمها، نورد عليها إيرادات الملحدين وشغبهم، ونحاول أن نناقشها. فهناك الحقيقة مجموعة من البراهين، إن شئتم اخترتم منها، وما تختارونه ناقشناه، وإن شئتم جرينا فيها على ترتيب معين، الأمر إليكم. لا، أنت الذي تدير، لكن فقط أنا أنبه إلى أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في رد المنهاج التجريبي والرد الطبيعيين في سورة الرعد يكفي في هذا المجال، هو الرد العقلي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الأرض فيها قطع متجاورات، هذه نبتت فيها شجرة ثمرها حلون ولونها أحمر، وهذه نبتت فيها شجرة ثمرها مر ولونه أسود،
وهذه نبتت فيها شجرة لا تثمر، وهذه نبتت فيها شجرة طويلة فارعة نخلة، وهذه نبتت فيها قصيرة. لماذا وهي تسقى بماء واحد؟ لو كانت الطبيعة، لو كان لها الاختيار لكانت جميعا سواء، لكن إرادة الله، لكن هذا لابد له من مسير، هو الذي خصص هذه بهذا وخصص هذه بهذا وخصص هذه بهذا. فحينئذ لابد أن ينقهر العقل أمام هذا ويصدق ويسلم يسلم. ومثل ذلك أيضا خلق الإنسان، لو كانت الطبيعة تجعله سواء لكان الإنسان جميعا كافر، أو كان جميعا ملحدا، أو كان جميعا أبيضا، أو كان جميعا أسود، أو كان جميعا ذكورا ليس فيه إناث، أو كان جميعا على شكل واحد. صحيح. فلماذا هذا التنوع؟ لماذا يكون فيه معمر ومنقص من عمره؟ لماذا يكون فيه مرزوق ومحروم؟ هذا لا يمكن أن يقع طفرة، لا بد له من رب. والله إيه نعم، هذا الكون وتدبيره، والنجوم السيارة والكواكب والمجموعة الشمسية التي نحن فيها وغيرها من المجموعات، والمجرات التي فيها مليارات الكواكب لا تضطرب ولا تتناطح ولا يختل نظامها، هل هذا يمكن أن يسير بدون مسير؟ مرة من المرات أحد الدكاترة في الإدارة هو نصراني، اجتمعنا به وأراد الله هدايته في الإسلام ما شاء الله، فقلت عندي أسئلة تدخل في تخصصك، فقال هاتها. قلت هل يمكن أن توجد مؤسسة ناجحة يمضي عليها آلاف السنين وليس لها إدارة؟ قال لا، مستحيل، ما يمكن. قلت هذا الكون ليس مؤسسة؟ قال بلى. من إدارته؟ سكت. فقلت لا يمكن أن يديره إلا الذي خلقه وسواه. قال نعم، فليكن إذن وأسلم. بعد هذا قلت سؤال آخر في الإدارة، هل يمكن أن تقابل رئاسة العمل جميع أفراد المؤسسة في كل كبيرة وصغيرة؟ قال لا، قابل رؤساء العمل فقط. قلت أولئك الرسل. قلت طيب، هل إذا اتخذت الإدارة قرارا بأن وقت الدوام يبدأ من الساعة 8 صباحا، وبعد فترة تغير الزمن فاتخذت قرارا بأن الدوام يبدأ من 7 صباحا، هل يمكن أن يحتج بعض العمال بأن بالقرار الأول ويبقى يداوم الساعة 8؟ قال لا، القرار الأول خلاص نسخ. قلت القرار الأول المسيحية والقرار الثاني الإسلام. فتعجب وقال طيب لماذا تغير الإدارة التوقيت؟ قلت لمصلحة العباد، لمصلحة العمال. كيف ذلك؟ أنتم عندكم توقيت صيفي وتوقيت شتوي. قال نعم. لماذا تغيرون التوقيت في الشتاء عن التوقيت الصيفي؟ للمصلحة، لمصلحة العمال كذلك. هنا قال ما فهمت أنا المصلحة في تبديل الشريعة. في أيام آدم لو حرمت على الإنسان، أنت الآن لا تستطيع أن تتزوج بأختك الشقيقة. قال لا، هذا غير أخلاقي وغير ممكن. في أيام آدم لو حرم ذلك لما انتشرت البشرية، فاحتيج إلى تغيير الشرع مع تطور البشرية لمصلحته، حتى بلغت البشرية نضجها فجاءت الشريعة. في نفس الجلسة أسلم ولم يناكف أكثر من هذا. طيب شيخنا أستاذنا كيف فاصل ونواصل حديثنا يا أخوة الأخوات، نعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم أيها أخوة الأخوات، ونواصل حديثنا مع شيخنا الجليل. شيخنا ناقشنا مسألة مشروعية كما قلنا النقاش العقلي، وناقشنا قضية البرهان المادي وتفضلتم بهذه الإضافات الأخيرة حوله، ونريد أن نناقش بعض البراهين التي ذكرها العلماء في مسألة وجود الخالق جل جلاله، البراهين العقلية. وأبدأ شيخنا إن أذنتم ببرهان الفطرة فتبينونه لنا، ثم سأناقش بعض القضايا المتعلقة به. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي أن الإنسان مخلوق، وأنه مربوب، وأنه يحتاج إلى رب، وأنه محتاج إلى نظام هو الدين، وأنه لا يستغني عن ذلك أبدا. وهذه الفطرة سابقة على وجود الإنسان، لأن الإنسان له خمسة أعمار. العمر الأول منها كان في عالم الذر عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية
فقال آدم يا ربي من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية. فقال آدم يا ربي من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. وخلطهم حتى ما يتميزون. وخاطبهم الله كفاحا دون ترجمان، لا يشكون ولا يمترون ولا يرتابون، أن هذا ربهم الذي خلقهم. فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، لم يستنكر ذلك أحد. فهذه أصل الفطرة، هذا أصل الفطرة، فكانوا على ذلك الإيمان. وكانت هذه الفطرة هي المعبر عنها بقول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن هذه الفطرة تتجلى واضحة الآن في الخلقة. الولد الصغير مفطور على أنه محتاج إلى رب يعبده. لو ولد في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم لبحث عن شيء يعبده، إن هدي إلى عبادة الله عبده إلا اتخذ صنما حجرا شجرا غير ذلك كحي بن يقظان مما يكبر في صدره. وأيضا هو محتاج إلى نظام، وهذا النظام الذي يحل له أشياء ويحرم عليه أشياء هو الدين. لديه جوعة فطرية في نفسه لا بد لها من إله، روحية لا بد لها من شيء يشبعها، ولا يشبعها إلا العبادة، فهو مفطور على هذه العبادة. هذه حقيقة الإنسان، لكن هذه الفطرة تفسد. وهذه الفطرة أيضا نظيرها في البهائم، البهيمة مفطورة على الرحمة بولدها، الفرس أو الأتان تلد ولدا وهي أول ولد تلده، وقد ولدته بألم شديد وتعب ونصب، لكن مع ذلك ترحم به وترضعه وتدافع عنه وتدفع عنه وتموت كل دونه ما يعتدي. نعم، كل ما يعتدي عليه. ولذلك في الحديث فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. وفي الحديث كل مولود، نعم، فهذه الفطرة فطرت عليه الخلائق جميعا، كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانها وينصرانها ويمجسانها وما منكم أحد إلا وينتج ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل ترى فيها من جدع أو فهل ترى فيها من جدعاء. فهذه الفطرة سابقة على الخلقة، والإنسان مفطور عليها فهو مسلم بها. وهي ليست فقط مختصة بالوجود، بل مختصة أيضا بعلو الله جل جلاله على خلقه، تشمل ذلك، مختصة ببقاء الله ودوامه، مختصة بقدرة الله على كل شيء، كل هذا مركوز في الفطرة، مختصة بأن الله لا يشغله شأن عن شأن، وأنه يسمع الجميع ويقضي حوائج الجميع، مختصة أنه مطلع على عباده جميعا أهل السماوات وأهل الأرضين يسألهم من السماوات والأرض، أنه مطلع على أحوالهم جميعا لا يشغله أحد منهم عن أحد. الفطرة أيضا تقتضي أن الله يفهم كل عباده في كل ما يوجهون إليه، بأي لغة تكلموا سكتوا عرضوا كان كلامهم كلام النمل كلام البهائم، كل ذلك مقتضياتها معلوم عند الله جل جلاله، فهذا من مقتضيات الفطرة. طيب، هذه الفطرة تفسد ومفسداتها كثيرة، لكن أهمها ثلاثة: التكبر، فالمتكبرون تفسد فطرهم ولذلك يدعون ما ليس لهم. ففرعون يعلم أن الكون لا بد له من رب، أنه ليس هو الذي بنى السماوات العلى، وليس هو الذي أجرى الأنهار، وليس هو الذي خلق الأرض، وليس هو الذي أنبت الشجر، وليس الذي خلق البشر، ومع ذلك تفسد فطرته حتى يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس كذب هذا. ولذلك قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. إذن الكبر المفسد الأول، الكبر المفسد الأول. المفسد الثاني هو العناد، والعناد هو وصف طبيعي لبعض الناس يكون معاندا كل ما يريد أن يقبل شيئا من غيره، لا يريد أن يقبل شيئا من غيره، وهذا سبحان الله طبع بعض البشر حتى في من نخالطهم نجربوا فيهم عنادا عجيبا. الشخص يخبره تقول له هذا منكسر، يقول لا غير منكسر، لا بد أن يأخذه حتى ينكسر عليه، يتضرر فقط لأن غيره قال، لأن غيره قال.
يقول له هذا الطريق من هنا، يقول لا هذا أيضا الطريق يودي ويروح. وهذا الذي قال في الشاعر: لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه، ولا بألد له لوثة يعايي أخاه إذا ما نهاه، ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه، إذا سسته سست مطاعة، ومهما وكلت إليه كفاه، أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. إذن هذه لوثة العناد الثانية. الثاني العناد بينه الله فقال: وجحدوا بها استيقنتها وصم والمنع علوة. فبنو إسرائيل كانوا لهم طبع العناد، شق الله لهم البحر فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، رفع الله فوقهم الطور، نطق فوقهم الجبل وهم يرونه، قال اسجدوا فسجدوا على شق الجبهة. لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة في شعير. اي نعم. فالمعاندون في كل هذا. والثالث؟ الثالث التقليد، والتقليد لا يكون إلا عن جهل، كما قال البحتري: عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجحال بالتقليد. تقليدي. فالتقليد هو متمسك الجاهلين، وهو ثلاثة أقسام: تقليد الآباء والأجداد وهو حجة مكذب الرسل، يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فهم يتبعون ما كان عليه الآباء والأجداد. النوع الثاني من أنواع التقليد: تقليد الزعماء، سواء كانت زعامتهم دينية أو زمانية نظامية، فهذا يقلدهم الناس فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا نوع من أنواع التقليد. النوع الثالث من أنواع التقليد: تقليد النظراء، من يعجب الإنسان بشيء فيه فيحبه فيقلده فيه، حلقات الشعر، التدخين، الملابس، يقلد فيها كثير من الشباب نظراء. تنتكس الفطرة. تنتكس الفطرة. فإذن الكبر والعناد والتقليد هذه مفسدات الفطرة الكبرى، والفطرة تقتضي إيمانا عميقا بوجود الله عز وجل وبالمعاني المحيطة بهذا الوجود كما تفضلتم بها. طيب شيخنا، أريد أن ناقش بعض القضايا والتفصيلات قبل أن آتي بإيرادات بعض الملحدين على المسألة. هناك من يفسر الفطرة بما هو أوسع قليلا مما تفضلتم به، فيرى مثلا أن المبادئ الكلية العقلية التي يتفق البشر عليها على أن الصغيرة أصغر من الكبير وأن الجزء دون الكل وكذا، أن هذه أيضا من تجليات الفطرة، وهي في النهاية واحدة من المبادئ التي سيهتدي بها العقل إلى الله. هذه مبادئ العقول تسمى الأوليات، تدخل في الفطرة. الأوليات أوليات مثل الأعداد. أين؟ واحد اثنان ثلاثة. أيه؟ ومثل الفرق بين الأعلى والأسفل، ومثل الفرق بين الشرق والغرب. أيه؟ هذه أوليات يقال فيها فطرية، هي جزء من الفطرة. أيه نعم، هي سابقة على العقل. الغرائز والأخلاق كذلك المغروسة، وحتى كذلك الحسيات كذلك سابقة. إذا صار عندي ثلاث مستويات: ضرورة الافتقار والتعبد الذي أشرتم إليه وما حوله من معاني، والعقليات أو الكليات العقلية الأولية، وكذلك الغرائز والأخلاق المركوزة، هذه كلها جوانب من الفطرة، وكلها تؤدي في النهاية إذا لم تفسد إلى معرفة الله عز وجل والإيمان به. عندي هنا نص للغزالي، ما أدري تسمحون لي بقراءته؟ أنه نعم تفضل. قليلا طويل، يحكي فيها قصته التي اهتدى فيها إلى الله سبحانه وتعالى بعد السفسطة التي مر بها. وخلاصة ما ذكره أنه يقول إن نفسه تحركت إلى تحصيل العلم اليقيني الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب، وقر في نفسي أن الحواس وحدها سبيل العلم اليقيني. قال: ولكني فكرت يوما فقلت إن عيني ترى الظل فتحكم أنه ساكن، ثم تعود إليه بعد ساعات فإذا هو في غير مكانه، فعلمت أن العين لم توصل لي معلومة صحيحة قطعية. إذن الحواس لا يمكن أن يوثق بها في تحصيل المعرفة. نعم، الحواس دائما مشككة. أنت ترى الطائرة وهي شاثمة على المدرج بحجم كبير، فإذا طارت كلما ارتفعت صغرت لديك وأنت تراها، فصارت العين هي العين والطائرة هي الطائرة. فوصل من هذا إلى أن الحواس كما تفضلتم لا تعطي العلم اليقيني. قال: فانتقلت إلى مرحلة تالية، وهي حتى الألوان. الألوان نختلف فيها، صحيح، فيمكن أن يرى بعضنا برؤية معينة فيقول هذا اللون أخضر أو أزرق ويرى غيره. صحيح. خلاف ذلك. نعم. فالآن التدرج العجيب عند الغزالي، قال: انتقلت إلى أن المبادئ العقلية الأساسية هي التي تفيد العلم القطعية اليقينية، ولكنني فكرت فقلت كنت أظن أن الحواس مصدر العلم، فبين لي حاكم العقل أنها ليست كذلك، والآن أظن أن العقل مصدر العلم اليقيني، فكيف آمن أن يظهر لي حاكم آخر يكشف لي أن العقل ليس مصدر علم يقيني؟
أليس العقل يرى في المنام أشياء كثيرة يظنها حقا فإذا أفاق؟ هذا ليس العقل، هذا الروح، هذا الروح. نعم وذكر هذا. المهم الشاهد قال: وحين تخبط الغزالي وتحير وبقي شهرين لا يهتدي إلى شيء، لأن لا الحواس اقتنع الناس بالعلم ولا العقل. ثم قال العبارة التي وراها يعني ذات شأن في المسألة، قال: ولم يكن ذلك يعني الهداية التي وصل إليها بنظم دليل ولا ترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر، وذلك النور هو مفتاح وأكثر المعارف، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة. هل هذه الفترة التي يتكلم عنها؟ نعم، هذا هو بالنسبة للإيمان، هو نور يقذفه الله ويقبل من شاء من عباده، وليس ناشئا عن القناعة العقلية. ولذلك عمرو بن العاص لما خاطبه عمر بن الخطاب قال: والله يا عمرو إن كنا لنعدك من أعقلنا في الجاهلية، فما الذي أخرك عن الإسلام؟ قال: ما هو إلا أن كان لنا شيوخ تقصد أباه وغيره تقليد، كنا نظنهم أعقل الناس وأحزمهم، فنفروا من هذا الأمر فاتبعناهم على ذلك، فلما ماتوا نظرنا فإذا الأمر واضح. سبحان الله. نعم. هناك شواهد شيخنا من الحياة يمكن يستدل بها أيضا على برهان الفطرة، منها ما نقلته من قبل عن بعض الباحثين أنهم ما دخلوا مدينة إلا وجدوا فيها معبدا قد لا يجدون قصورا ولا كذا، وكذلك ما ذكره الله والذي يسيركم في البر والبحر، أليست هذه من شواهد الفطرة؟ بلى، أن يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الغريب فيها أن هذه الفطرة حتى يبقى أثرها مع التغير. فرعون مثلا قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ولم يقل احفر لي بيرا لعلي أبلغ الأسباب. لم يبحث عن الإله، دلته على أن الله فوق، فطرته دلته على العلو على فسادها لله مع فسادها. ولذلك كل الخلائق مفطورون عند السؤال، لطيف هذا جدا، يمدوا أيديهم إلى الله. العجيب هذه قصة أخرى لا علاقة لها بنا معاشر المسلمين، نشرت في أحد المجلات عن شاب مظلي في بداية ظهور المظلات واكتشافها، نشأ علمانية مادية ولم يعرف دينا، ولكنه لما هبط أول مرة ورأى نفسه ساقطا في الفضاء قبل أن تنفتح المظلة جعل يقول: يا الله يا رب، ويدعو من قلبه، وكان يتعجب من أين جاءه هذا الإيمان. نعم، هذا أمر الله، يدري من أين جاء، هذا أمر الله. لكن شيخنا يعني ألم يقل الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا؟ فكيف نقول يخرج الجنين وعنده فطرة ما، والله يقول لا تعلمون شيئا؟ البدن هو الذي أخرج من بطن الأم، والبدن لا يعلم شيئا حينئذ، فالحس لا يعلم شيئا، لكن الروح ليست هي التي خرجت من بطن الأم، هذا هو المحمل والكيان. أي نعم، فهذا تدركه الأرواح. شيخ الإسلام يقول: وإذا قيل إنه ولد على فطرة الإسلام أو خلق حنيفا ونحو ذلك، فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين أو يريده، فإن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه. نعم. فإذا كما تفضلتم في كيانه هو شيئا من مركوز في كيانه، لكن الأشياء المكتسبة لا بد أن يتعلمها بعد ميلاده. لا تعلمون شيئا يعني من هذه العلوم، هذه العلوم التي يمكن. نعم. طيب هناك، لكن هو يعلم الرضاعة، عندما وضعته أمه فطرته تقتضي منه أن يلتقي بالثدي وأن يرتضع، هل علمه أحد الرضاعة؟ صح. إذن هذا العموم، هل علمه أحد الابتلاء؟ عملية الابتلاء صعبة. صحيح، ما علمه أحد هذه الأمور. إذا العموم في قوله لا تعلمون شيئا مخصوص. نعم، المراد به الخصوص. طيب بعض الملحدين يقولون: لو كانت معرفة الله فطرية كما تقولون بهذا الرسوخ في كل مخلوق ما كفر بالله أحد. بلى، ذكرنا الفطرة تفسد وذكرنا أسباب فسادها. وأيضا يقولون: النفوس العقلاء عادة تتطلع للاستدلال على وجود الله وتود أن تعرف، فلو كانت المسألة فطرة بهذا العمق لما تطلع أحد للاستدلال أصلا. بلى، لأن هذه الفطرة كما ذكرنا هي في الأرواح وليست هي في الأبدان ولا في العقول، وكل له جوعته، وهو ينافس العنصر الآخر في الإدراك والقناعة. هل يمكن أن نقول أن هؤلاء الذين كفروا أو ألحدوا عمليا استكبروا على فطرتهم، ليس فقط أنها فسدت لكن استكبروا عليها وغالبوا، أفسدوها بالكبر فأفسدوها بذلك؟ يعني أنا أشبه هذا مثلا بطبيب الأورام السرطانية الذي يدخن، هو يعلم أن الدخان مضر به. نعم،
وكذلك هذا الذي يلحد. نعم، فهواه غلب عقله، فهو أحب هذا بهواه فغلب ذلك عقله. لهذا في التربية عندنا هي عبارة عن عملية نسخ للمخزون العقلي إلى القلب، فأن تضع كل ما أمر الله به موضع المحبة من العاطفة، وأن تضع كل ما نهى الله عنه في موضع الكراهة من العاطفة. هذه التربية الصحيحة الموافقة للفطرة. فإذا أحببت الصلاة حبا شديدا لم تستطع أن تتركها، كالذي يحب الخمر لا يمكن أن يتركها، الذي يحب الدخان لا يمكن أن يتركها، يتعلق بها، يتعلق به. وكذلك إذا كرهت المحرمات كراهة شديدة، مثل كراهتك للأسود والعقارب والثعابين والحيات والروائح الكريهة، لا يمكن أن تخلو بها ولا أن تركن إليها بحال من الأحوال. إذن شيخنا الآن خلاصة ما قلناه أن برهان الفطرة هو أول براهين وجود الله عز وجل، يتمثل في أن النفس مفطورة على الإيمان بخالق وعلى معرفة صفاته الأساسية من علو ونحوها، ويتمثل أيضا في الكليات العقلية المغروسة في ذهن الإنسان وهي باب من أبواب المعرفة الإلهية، ويتمثل أيضا في الغرائز والأخلاق، وكل هذه تنتهي بالإنسان إذا لم تصرفه الصوارف إلى أن يكون عابدا لله عز وجل مؤمنا بوجوده، وأنه لا يصرفه عن ذلك إلا المفسدات التي ذكرتم منها المفسدات الثلاثة أو غيرها من المفسدات. طيب، أنتقل شيخنا إلى برهان آخر من براهين وجود الله عز وجل، وهو ما يسميه المناطق برهان الحدوث ونفي القدم، أو برهان الوجود، وجود الكون والخلق، العالم حادث. ولو شرحتم لنا هذا البرهان. بالنسبة للعقل يقتضي أن كل حدث لا بد له من محدث، العقل موجب لذلك. لا يمكن أن يصدق عقل أن شيئا لم يكن ثم كان فجأة، لا بد أن يكون لذلك سبب. هذا السبب الذي أحدثه، لننظر إلى أي شيء في هذا العالم ومنه نظام الكون، فمن الذي أحدثه؟ لا يمكن أن يكون ذلك المحدث له محدثا أيضا لئلا يقع الدور التسلسل، ولا يمكن أن يكون الذي أحدثه من هذا الكون داخلا في هذا الكون لئلا يقع الدور. وهذا الفرق بين الدور والتسلسل، التسلسل استمرار لا نهاية له، والدور رجوع دائرة. إيه نعم، ودوره إلى ثلاث رتب. طيب، أنا حتى أوضح للمتلقي فكرة هذا البرهان الآن، أن القاعدة العقلية التي لا يماري فيها عقل هي أن كل حدث لا بد له من محدث، وكل حادث لا بد له من محدث. وأن المقصود بالحادث يعني دعني أقول الطارئ أو الجديد أو الذي وجد بعد أن لم يكن. نعم، والمقصود بالحدث أي حركة، كحركة القلم مثلا من هنا إلى هنا. نعم، فأي شيء من ذلك لا بد له من فاعل له. نعم، ولذلك أي ملحد نعم إذا جلس عندنا الآن فرأى هذا القلم يتحرك وحده سيرعب منه رعبا شديدا. لماذا؟ لا يرى محركا، لأنه لا يرى له محركا. إذا رأى الورقة ترتفع وتنزل، إذا رأى الأرض تهتز، لابد أن يبحث عن عن فاعل. هذا الفاعل الذي يستطيع أن يحرك الأراضين، يهزهن، يحرك السماوات، يحرك الشمس على ضخامتها وهي تجري لمستقر لها، هذا هو الرب جل جلاله وحده. إذن نحن نقول كل حدث لابد له من محدث، كل حادث لابد له من محدث، وذلك المحدث. ننتقل عن هذه إلى المحدث، فالمحدث لا يمكن أن يكون حادثا. هو قبل هذا نحن نقول أن هذا الكون هو حدث موجود قائم لابد له من محدث. نعم، وهذا المحدث لا ينفع أن يكون جزءا من الكون. نعم، لأن ذلك يلزم منه الدور. نعم، ولا يمكن أن يكون محتاجا إلى محدث آخر وذلك محتاج إلى محدث آخر، لأن هذا لا ينتهي التسلسل، وهذا منافي للعقول. فمواقف العقول منها استحالة الدور واستحالة التسلسل واستحالة حوادث لا أول لها مثل هذه. دحنا شيء من التبسيط، الدور هو أن أقول مثلا أن ألف سبب باء وباء سبب ألف. أي نعم، هكذا. هذا دور، لكن أغلبه في ثلاث رتب. أي نعم، تقول هذا ألف وهذا باء وهذا جيم. أي نعم، فهذا المثلث تقول ألف سبب أب لباء أو أيوه. سبب لباء، وباء أب لجيم، وجيم سبب أب لألف. هذا الدور، وهذا ممتنع عقلا، هذا ممتنع عقلا كما قال المختار بن منى رحمه الله، ودوره إلى ثلاث رتب، إلى ثلاث رتب، كبن بحن، وحن بجن، وجن ببي. المهم طيب، جن يقصد الحرف. أي نعم، كبن الباء. أي.
بحن هذا تنوين يعني؟ اي نعم. اها وحن بجن وجن ببي بالباء. والتسلسل هو ان نقول ان هذا الشيء التسلسل هذا خلقه ابوه وابوه خلقه ابوه وابوه خلقه الى ما لا نهايه. فهذا ايضا امتنع عقلي، لابد ان يكون هناك لا هناك نهايه لهذه السلسله. فاذا استحضرنا هذه المبادئ العقليه ثبت عندنا ان لهذا الكون محددا او خالقا ليس من جنسه ولا يحتاج الى خالق وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يسع العقل ان يفكر بغير هذا ابدا ولا ان يشك فيه. طيب في قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، هو هل هو برهان الحدوث؟ هو نفسه برهان الحدوث، لكن بسبب النزول مهم. فجبير بن المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف بن عم النبي صلى الله عليه وسلم بن نوفل، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد اغتياله، وهو يتظاهر بأنه جاء لفداء الأسرى أسرى بدر، وقد قتل عمه طعيمة بن عدي يوم بدر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب بالناس بسورة الطور، فاستمع إلى القرآن لسورة الطور من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يفكر في هذا الكلام، قال هذا إما أن يكون شعرا، والشعراء يموتون مع الوقت تبقى أشعارهم تروى. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. سنرى أم تأمرهم أحلامهم بهذا، هل العقول ترى أن هذا شعر؟ ما تعرف الشعر؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، الطاغون الذين يرون الحق فلا ينقادون له. نعم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. ثم قال يمكن أن يكون قد تقول هذا القول على الله ونسبه إليه وهو المشيء له، جاء هذا في ذهنه. نعم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقولون تقوله ولا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله، أنت ابن عمه هاتي مثله، هاتي مثله يقولون تقوله ولا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال طيب إذا من الذي جاء به؟ هو الرب. من الرب؟ فجاء إلزامه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق، هل يمكن أن يقع شيء بدون سبب؟ خلقوا من غير شيء من غير خالق مستحيل، لا يقبل العقل، مستحيل لا يقبل العقل. أم هم الخالقون في داخل الكون، هل يمكن أن يكون الخالق للكون من داخل الكون؟ سيقع الدور، سيقع الدور، لا هم الخالقون. ثم قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يخلق، يمكن أن يدعي أن بعض الكون يقول أفعالنا نحن نفعلها وهو يلتبس عليه الفعل بالخلق، لكن خلق السماوات والأرض لا ريب فيه. نعم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ثم قال من الذي خص محمدا بهذا دوننا؟ أم عندهم خزائن؟ أم عندهم خزائن ورحمة ربك أم هم المسيطرون؟ قال يمكن أن يكون وصل إليه بحيلة، فقرأ قول الله تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ثم تذكر من الذي أتى بهذا الكلام من عند الله؟ هم الملائكة. الملائكة اعتقاد قريش فيهم أنهم بنات الله. أم له البنات؟ أم له البنات ولكم البنون؟ فأبطل القرآن كل أبطل ما وقع مع كل قراءة كل ما جاءت شبهة في ذهنه، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي تبطلها وهو يستمع. طيب شيخنا فعقدت ركبتاه فلم يستطع القيام وارتعش، وكان هذا سبب هدايته فأسلم في مجلسه ذلك رضي الله عنه. تأذن شيخ نقف عند هذا الحد، وما زال في برهان الحدوث بقية نبدأها إن شاء الله بالحلقة القادمة بإذن الله. إن شاء الله أيها الأخوة الأخوات، شكرا لمتابعتكم ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري
عثر العقل والقلب يفوح